أنا مسؤولة عما أقول، لست مسؤولة على أي تأويل. أولاً، ثانياً، من فضلكم، من فضلكم، الهلال الأحمر الجزائري بشهادة الجميع يعيش قفزة نوعية ويقدم الكثير والكثير والكثير للشعب الجزائري في الداخل، للأشقاء في غزة، للأشقاء في مخيمات اللاجئين الصحراويين، للنازحين والمهاجرين الغير شرعيين. ما نغطيوش على العمل والمجهود هذا كامل بأون بوليميك حبوا يديروها. أنا اليوم جبتكم باش نهضروا على لو بيلون، اسألوني على لو بيلون، اسألوني كيفاش رانا نخدموا، اسألوني المتطوعين. ما نحطوش حتى معنويات المتطوعين كلام أنا اللي ماني أنا دوك مانيش فاهمة ومانيش حابة نفهم ومانيش حابة نعلق، لأني مانيش حابة نعلق لأنه أصلا تأويل ماهوش مفهوم بخلاق، ماهوش مفهوم التأويل وفقط. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.